السلام عليكم ورحمة الله. في قناة عبد السبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. لكل حال اليوم ما تكلمناش بزاف، ما بنتش كاع، انا خليتهم يكملوا كاع لافير تاع ايغيل تاع الاتحادية. انا جيتكم اليوم، ايغيل جا قناة النهار وعد باللي يجي قناة النهار، قال لك باش صوتي يسمعوه من هاد القناة هادية. تكلم وتكلم انه عنده حق باش يكون من المترشحين اللي راهم في السباق على رئاسة الاتحادية. شوفوا ايغيل كيفاش دافع على نفسه، من بعد نتكلم. المشكلة الآن فقط في العقوبة، لأنك إذا المبرر لعدم مرور أو حتى ما مروش ملفك هو العقوبة اللي هي عندها 10 سنوات، صحيح؟ 10 سنوات. المنع ما قالوا في 4 سبتمبر 2016، ولكنها طويلة العقوبة. هي القانون، القانون ينص على القانون الجزائري، لا ما يفسرش واش هي العقوبة الجسيمة. هي حيازة المترشحين على الجنسية الجزائرية التمتع بالحقوق المدنية عدم التعرض لعقوبة طويلة الأمد من قبل الفاف. نعم. نعم، هذا القانون واضح. وثلاث شهور هل طويلة؟ ليس طويلة. كان صحيح. عندهم عامين وترشحوا للرئاسة. للرئاسة. في فترة سابقة. في فترة سابقة. طبعا. الآن في عهد جديد الآن. نحن نعم. ربما العهد السابق مضى بكل شيء. نحن الآن في عهد جديد. الآن ملفك طعنت فيه. قدمت الطعن. نعم. رسميا. نعم. ماذا تنتظر؟ هل ترى بأنك لك الأحقية بأن تستعيد حقك مثلا بما تراه أنت حق؟ لو تدرس، لو الملف تاعي يدرس بجدية وب ما فيش يعني بالقانون حقيقة، ويعطي للإنسان اللي عنده حق يعطي له حقه. أنا الملف تاعي صحيح و 100%. أنتظر، أكيد أنتظر أن يعطيوا لي حقي ونروح للانتخابات. جميل. هل خاطبت علي مالك رئيس لجنة الترشيحات؟ وأنا أتحدث مع ضيفي، أرجو من الزملاء أن يتصلوا برئيس لجنة الترشيحات علي مالك، لأنه متعود أن يتدخل معنا مرارا وتكرارا في هذا البرنامج. أرجو من الزملاء. نعم تفضل. قلت لك وهذا أنا الملف تاعي ما عنده حتى نقائص. بقات هذا المسألة تاع العقوبة. القانون يقول لما تكون عقوبة يعني كبيرة عليها 5 سنوات وتلغى بالأقدمية. اي نعم. لما يكون فساد في كرة القدم، يعني تكون متسبب في فساد او تاع المقابلات او مع الحاكم او مع واضح، عندك 10 سنوات تلغى العقوبة. صاحبي انا في اطار الممارسه تاعي كمدرب، ربما كان بيني وبين الحاكم تبادل تاع كلام. هل هذا يمنعني اليوم باش نترشح؟ عند 10 سنوات من اللي فاتت، هل اليوم يمنعني هذا للترشح؟ ترى بانك مظلوم مزيان ايغيل؟ بيان سور. وانا مزيان ايغيل في هذه اللحظه راهو يشوف بلي راهو مظلوم، وراهو يشوف باللي الناس او مد السما باللي الواحد كي تكون عنده عقوبه تاع فساد كره قدم، فساد كره قدم ينحوها له في 5 سنوات. هو عنده عقوبه على الحساب، ما راهو يتكلم. قال لك تكلمت مع حاكم ضارب معاه بالك شتم وسب ولا ما على باليش، قال لك هي اللي منعته من رئاسه الاتحاديه ومنعت الملف ديالو من المرور لسباق رئاسه الاتحاديه. زيدوا تابعوا معنا الفيديو. اللي ما قبلتوش لان في الجزائر الجديده اكيد ان لازم نتخلاو على الاسلوب القديم. وانا مظلوم لليوم جيت له. لماذا جيت له؟ ما نروحش انا للقنوات يعني ما نتكلمش كثير. وانا شاكر لك. نعم. جيت لان لازمني الصوت تاعي يلحق من خلالكم انتم. في الجزائر الجديده ما نحبش نتحقر في بلادي. تحقرونيش في بلادي. عندي حق اعطيوا لي حقي. كلمة واعرة هذه، ما تحقرونيش في بلادي، عندي حق واعطوني حقي. لأنه شفنا ناس واحد آخرين حطوا الدوسي ديالهم ما عندهمش كفاءات جامعية، ما عندهمش سما كانوا عندهم. أنا على صادي، والد صادي كان عنده 2 استقالات قبل في 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 المكتب الفيدرالي السابق، وقبلوا له الدوسي ديالو عادي، لكن إيغيل مزيان منعوه من السباق باش يخلوا إلا والد صادي في الطريق. وراني نتكلم حاجة، ما راني مع هذا، ماني مع هذا، نتكلم مع الحقره، باسكو انا مادابيا يروحوا كاع
قلناها وعودناها أن نتكلم في هذه النقطة على الحقرة. هذا مكان كل واحد عطو حقه، جاءوا ثلاثة كل واحد عطو حقه، علاش هذا إيه هذا لا؟ لا يا أخي نفس العقوبات ونفس كده. هذا قال عنده شهادة جامعية والعالم قاعد باله بلي عنده شهادة جامعية، وأنا ينزل نعودها ماذا بيا في ثلاثة ما يكونوش. تابعوا معنا، ما راكمش باغين نتقدم، قولوا لي ريح ديريكت يومو فقط، مانيش واش تنتظروا مني أنا. أنا زدت في الكرة، كبرت في الكرة، درت كل حاجة في الكرة، لما وصلنا إلى هذا وصلت إلى هذا السن وكان ممكن أن أقدم ما نستطيع عليه أن نقدمه، تمنعني بدون حق وتقصيني بدون حق. كلمة كبيرة هذه تاع انتم باكو جوزوها مورو الكرام، زدت في الكورة وكبرت في الكورة، في هذا السن راح تمنعوني واني بدون حق، سمحت منعوني بدون اي مشكلة، راح تمنعوني من سباق رئاسة الاتحاد، او يسمى يمعني على الناس اللي ما زادوا في كورة، ما يعرفوا كورة، كانوا رجال اعمال ودوك دخلوا راهم حابين يشدوا رئاسة الاتحادية. ليسونسيال إيغيل مزيان اوقف لهم ودار لهم الطعن على الدوسي ديالو وعلى المشاكل اللي راه صاريه. زيدوا تابعوا معنا مازال الحديث تاع إيغيل مزيان. كيفاش تسميها انت هذه؟ انا نسميها حقره، هذه هي اللي نسميوها في الجزائر. لما ستجاو الان بعدما اذا بقي الملف مرفوضا ونذهب الى انتخابات بمترشح وحيد، هل ستصمت؟ هل ستكتفي بالقدر مثل ما يقال؟ ام انك ستصحد اللهجه وتذهب الى اعلى مستوى، ربما تذهب الى مستويات اعلى؟ ماذا سيفعل إيغيل؟ اتمنى أتمنى من خلالكم ومن خلال ربما الصحافة أن صوتي وهذا الملف يصل إلى من يهمه الأمر لتدخل، لأن هذا الوضع هذا ما يساعدش، وهذا الوضع هذا ما راهو في ما هوش في صالح الفكرة اللي عندنا على الجزائر أخرى، جزائر جديدة. احنا نمنو بهذا الشعار، ما هوش شعار فقط، وعلينا لما ننصادموا مع الناس اللي ما تبغيش التغيير وما تبغيش التطبيق هذا الشعار ميدانيا، لازمنا نبدو به ولازمنا ما نخليوش حقنا يضيع ونوصلوا صوتنا لمن يهمه. سعودوا لك اكو شفتوا معنا الفيديو تاع إيغيل مزيان. إيغيل مزيان اللي راه جاي بقوه على دار الطعن على الدوسي ديالو، لانه على باله باللي الدوسي ديالو ما في حتى مشاكل، جامعي على لعب كرة، خدم ديجا في الكرة، سما كل شيء رواجي، قالوا له سقم هادي دير هاديك، وتعرفوا في الجزائر الإدارة بلا ما نحكي لكم، أنت لك تسمع فيها على بالك باللي الإدارة ديالنا مازال فيها مشاكل. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قال لك العصابة الكبيرة نحيناها، لكن العصابة الأصعب هي عصابة الإدارات، هذه هي عصابة الإدارات، يبقى يقول لك جيب لي ورقة جيب لي ورقة. إيغيل مزيان راهو راح يورينا ورقة بورقة في المستقبل باللي هام الورق ديالي، ها واش عندي ها واش ما عنديش، هو عنده كل شيء. سماها بالحقرة، قال لك ما تحقرونيش في بلادي والجزائر الجديدة، ما راهيش سمت تمشي سوا سوا كما قالوا الجزائر الجديدة. أنا نشوف فيها راهي معوجة اللي كانت في الإدارة، نتكلم في الإدارة. احنا لكل حال نطلبوا، علاش كنت نقولكم من الاول جيبوا واحد حطوه ديريكتومون بلا مشاكل، لانه كل واحد عنده ليكنون ديالو، حبينا ولا كرهنا، كي إيغيل كي صادي كي مدور عندهم، حنا ماذا بينا هادو ما يتنحاو كاع. واللي قالوا لي في التعليقات انت عبادك ساهله يتنحاو كاع، ساهله يتنحاو كاع، يتنحاو كومبلي ساهله، الدوله كي تحب دير حاجه انت وتنحيك تنحيك كومبلي، ما تقوليش زعما انت ذاك البوق. واحد قال لي انت وحده مراه قالت لي ابواق تقولوا تنحوا كاع، عن بالكم سهله نحوا كاع الفساد، حاجه سهله، لانه هاد الاتحاديه فاسده حبينا ولا كرهنا الا من رحم ربي، فاسده والله العظيم. غير اليوم غير إيغيل مزيان انا نتكلم على هاد ثلاثه، او محقور عنده كاع الوثائق، عنده كل شيء، حسبوا كيما يقول لك حوسوا لقوا عنده نقطة فيها بالك شوية مشاكل، حبوا يكبروها كيما يقولوا من نقطة يرجعوها شغل حاجة كبيرة. لكن نقول لك بلي إيغيل مزيان لما سألوا حكيم قال له طروح مستويات أعلى، يعني عطاس
إيغيل مزيان ما نظنش يخسر بلاده، باسكو لما نروحوا للطاس اتحادية في اللعب فريق وطني كرة قدم جزائرية. أنا شاك بلي إيغيل مزيان يخرج ويبقى يتكلم إلا في الوسائل الإعلام، ما نشك يروح للطاس، لأنه لو راح للطاس راح تكون مهددة الجزائر مستقبلا على جال هذا المشكل هذا. مازال اليوم فيه فيديوهات، تابعونا في قناة عبدو سبور وللحديث بقية.